السلام عليكم خوتي حبابي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى ان الله تكون في احسن حال وفي احسن الاحوال ان شاء الله، وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. كنشكركم خوتي على الدعم والتشجيعات للقناه عبر تيفي الدوري. اليوم راه حنا كنتواجدوا في شرعه اللي ما كتبعدش بزاف على مدينه تبارك، كان واحد 9 ديال الكيلومترات تقريبا. حدا الصندقه، هي الصندقه اللي جات في شرعه. كاين واحد البلان هنايا كيتباع اللي فيه 190 متر دو فاصاد، عنده هذا الفاصاد هذا اللي كيشوف الصندوقه، وفاصاد اللي كيشوف الطرق الكبيره. هي الطرق الكبيره الرابطه ما بين كاب دولو وطريق ماداخ، هي طريق ماداخ كاب دولو. ها هو البلان اللي غادي نشوفوه جميع، اللي فيه دو فاصاد كما قلنا، فيها الطريق هذه فيه 190 متر اللي جا فيه دو فاصاد. هذا هو اللي نشوفه ان شاء الله. ندخلوا نشوفوا هذه، بسم الله بسم الله على بركة الله. هذا هو البلان اللي فيه دو فاصاد، المساحة ديالو 190 متر في لانتيسما. هادي راه لانتيسما كما كتشوفو. هذا هو البلان اللي جا في شرعة، معروفة بالفواكه والخضر والحوامض، منطقة شرعة معروفة تبارك الله. هذا هو البلان، الناس راهم باينين هنايا كما كتشوفو تبارك الله، باينين سكنات زوينين كما كتشوفو تبارك الله. المهم الحد ديال البلان هو هذا، الشيء هذا كامل، هذه دو فاصاد يعني من لهيه حتى لهنا، وغادي هكذا حتى لهيه. الطو كاين، ها هو البوطو ديال الطو، الماء كاين، يعني هذه راه مجهزة لانتيسما، معروفة لانتيسما ديال شراعة معروفة، يعني ما كتبعدش بزاف على مدينة بركان بواحد 9 أو 10 كيلومترات تقريبا. الناس راهم باينين هنايا تبارك الله، سكنات زوينين. غادي نديرلكم واحد الجوله باش تشوفوا كاع الدعوه كي دايره. لانتيسما هادي ديال الشرعه. المهم البلان ها هو راه منا كيشوف للصندوقه اللي كاين هنايا، وشوف للطريق اللي دو فاصاد. نديرلكم واحد الجوله هنايا باش تشوفوا الدعوه كي دايره في هاد لانتيسما ديال الشرعه. هذا هي لانتيسما، الناس راهم باينين هنايا تبارك الله ما شاء الله. انتم تشوفوا بالنسبه للثمن ديال هذا البلان، غادي نحط لكم في كتبه في التصويره، نحط لكم الثمن. الثمن بصراحه مناسب. انتم تشوفوا الطريق تبارك الله مجهزه الشم رايقل. يا سلام، شوفوا الدعوة كي دايرة. الجولة هنايا في هاد لانتيسما تاع الشرعة، لانتيسما مجهزة، فيها الضوء، ها هو فيها الماء، يعني الإنسان يدير الرخصة ديالو ويبني، ما فيها حتى شي إشكال ولا شي حاجة. هذا هو البلان. المهم درنا واحد الجولة خفيفة هنايا في هاد الأخر ديال الشرعة. تحياتي لكم خوتي، ونحط لكم الرقم التليفون. وبالنسبه للناس اللي بغات عجبها البلان، مرحبا